شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نهائي بطولة آسيا لكرة اليد الذي أقيم بين منتخبي قطر واليابان مساء اليوم على صالة مدينة خليفة الرياضية. حضر حفل الختام سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وسعادة السيد بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، وسعادة السيد علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعدد من مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد. عقب نهاية المباراة توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة منتخب قطر بفوزه باللقب الآسيوي، مشيدا بما قدمه الفريق من مستوى متميز على امتداد البطولة ليكسب اللقب الآسيوي عن جدارة. كما أثنى على الأداء الذي قدمه منتخب اليابان الوصيف ليخطف الميدالية الفضية ويصل إلى المباراة النهائية متمنيا له حظا أوفر في البطولة القادمة. بارك سموه لمنتخبنا الوطني تأهله لنهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه وحصوله على المركز الثالث آسيويا، متمنيا للأحمر التوفيق والنجاح في النسخ القادمة من البطولة. أشاد سموه بنجاح بطولة آسيا لكرة اليد وحسن الاستضافة من قبل الاتحاد البحريني لكرة اليد وجهود كافة اللجان العاملة التي أثمرت عن نجاح الحدث الآسيوي، لتواصل مملكة البحرين تميزها في استضافة الأحداث الرياضية، معربا سموه عن تقديره لجميع المنتخبات المشاركة. كما ثمن سموه الحضور الجماهيري اللافت والداعم لمنتخبنا الوطني، متمنيا سموه لكرة اليد البحرينية المزيد من التوفيق والنجاح.